زيارة الرئيس البشير إلى مصر بالأمس زيارة مهمة في ظل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وفي ظل أوضاعنا كذلك الداخلية. تحظى دائما الزيارات لمصر بخصوصية كبيرة، لأنه مفهوم يعني أنه للجار اللصيق اللي بيعرف السودان بشكل جيد، اللي بيدرك المعادلات الداخلية بتاعته بشكل جيد. وهذه الزيارة التي أثيرت فيها العديد من القضايا المهمة المتصلة بالإقليم والمتصلة بالملفات الثنائية بين السودان ومصر، وكذلك بالأوضاع الداخلية كما ذكر السيد الرئيس حول ما يدور في البلاد، هذه الزيارة تستحق الانتباه والتوقف وقراءة الدلالات. ودعوني أرحب بزميلي الأستاذ عمار شيلة الإعلامي المعروف لقراءة تحليلية هادئة لهذه الزيارة. عمار مرحب بك. مرحب بك أستاذ طاهر. عمار، يعني أنا قلت قبل قليل أنه مصر بالذات يعني خصوصية العلاقة بينها وبين السودان تجعلها الأقدر من بين دول المنطقة على قراءة الأوضاع في السودان، بحكم أيضا الحرص الكبير على الدولة السودانية، هي الأقدر على إدراك كنه التعقيدات التي تكتنف الدولة السودانية. كيف تقرأ زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة بالأمس؟ نعم، هي استكمال يعني جملة من اللقاءات المشتركة اللي تمت في العام الماضي وقبل كذا. هي علاقة استراتيجية بشكل حقيقي ومصيري بالنسبة للقاهرة وبالنسبة للخرطوم. زيارة الرئيس البشير للقاهرة قبلها في بداية الأزمة الداخلية والاحتجاجات كان هناك زيارة لوزير الخارجية ومدير المخابرات المصري، التواصل لم ينقطع على مدار الأزمة بشكل كامل. يعني هذه الزيارة لها البعد السياسي المهم جدا في هذه المرحلة، لأن القاهرة أبدت استعدادها للدعم السياسي بالزيارة اللي قام بها الوزير الخارجية ومدير المخابرات. زيارة الرئيس البشير بتؤكد هذه المعاني يعني أهمية هذه العلاقة المشتركة. مصر تدرك تماما تعقيد المشهد الداخلي في السودان. على مدار 30 سنة الفاتت العلاقة ما بين القاهرة والخرطوم كانت في حالة شد وجذب. حتى في بدايات 2018 كانت هذه العلاقة تشهد بدرجة عالية من التوتر، لكن رغم ذلك ظل الحفاظ على خط يعني تحسين. ما هو السر يا عمار رغم التوتر؟ ما هو السر؟ لأن مصر يعني تدرك يعني تعقيدات المشهد الداخلي في السودان. فضلا عن ده مصر حريصة جدا على حدودها الجنوبية. 2011 ما حدث في ليبيا، ما زالت مصر تعاني بشكل كبير من الانفلات الأمني الكبير الحصل على الحدود الغربية مع ليبيا تحديدا. عندها مشاكل أيضا في بعدها الشرقي، المشاكل التاريخية مع الكيان مع إسرائيل تحديدا. وبالتالي هي في هذا التوقيت تحديدا وهي تمر بإشكالات على المستوى الأمني، في حرب في سيناء ومشاكل أمنية كبيرة جدا في غرب مصر. في هذا التوقيت يكون من الصعب أن تقبل مصر أي انفلات قد يكون متوقع نتيجة أي تغيير غير محمود قد يحدث في السودان. يعني المصلحة المصرية بدرجة أولى ورئيسية مع استقرار السودان في هذه المرحلة بشكل كبير، حرصا على مصالح مصر أولا، فضلا عن ذلك حرصا على تحسين العلاقة المشتركة ما بين القاهرة والخرطوم. يعني هي مصالح على كافة المستويات، على المستوى الأمني والمستوى السياسي، وكذلك مصر على المستوى الاقتصادي عندها تعويل كبير على تحسن العلاقة وعلى انسياب العلاقة التجارية الاقتصادية بين القاهرة والخرطوم. في هذه المرحلة المصالح المصرية كبيرة جدا في السودان، وفي ذات الوقت السودان لديه مصالح استراتيجية حقيقية مع مصر. سنأتي يعني تسمح لي بالمقاطعة، سنأتي لتفصيل القضايا المشتركة بين السودان ومصر الملفات، لكن يعني البعض كان يعتبر عمار أنه يعني ما بعد 25 يناير، ما بعد مرسي، ما بعد مجيء الرئيس السيسي، بحكم أن الخرطوم محسوبة على الخط الحركي الإسلامي، حكومة يعني الخرطوم والمؤتمر الوطني، البعض كان يعتبر أنه هنالك توترات بشكل مكثف جدا ستكون بين الخرطوم والقاهرة، ولكن مرت الأمور بشكل مختلف. ما هو السر كذلك؟ فأنه رغم التوجه الذي تحسب عليه الخرطوم إلا أنها حافظت على علاقة متميزة
مع القاهرة وتحديدا الرئيس البشير والرئيس السيسي؟ نعم، الرئيس البشير يعني ما يعني من المحامد التي تأخذها الحكومة المصرية على الرئيس البشير وعلى الحكومة السودانية كذلك هو هذا الموقف في 30 يونيو 2013. الجميع كان يتصور بأن الموقف السوداني قد يكون معادي للنفس في عهد الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع. هذا الموقف لم يحدث إطلاقا، بالعكس السودان التزم الحياد بشكل كامل. كان الشعار الرئيسي بأن الشأن الداخلي في مصر السودان لا يتدخل فيه، وطالب جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية. مصر الآن تتعامل بالمثل في هذا التوقيت، حريصة جدا على تحسين العلاقة الثنائية وحريصة أيضا على استقرار السودان. هذا الموقف موقف الرئيس البشير فيما جرى في مصر على عكس كل التوقعات، لديه تقدير خاص عند الرئيس السيسي. حتى عندما كانت العلاقة في أسوأ حالاتها بين القاهرة والخرطوم في بداية 2018 كان يبدو بأن الرهان على العلاقة الثنائية ما بين الرئيس البشير والرئيس السيسي هي مفتاح لتحسن هذه العلاقة. الرئيس البشير تحدث بشكل واضح في 2018 مع بداية الأزمة مع القاهرة بأنه مدرك تماما بأن الرئيس السيسي صادق ولديه الرغبة والقدرة كذلك على تحسين العلاقات، وفي ذلك الوقت وجه اتهامات مباشرة لأجهزة داخلية في مصر، منها جهاز المخابرات العامة في مصر بأنه يقف ضد تحسن هذه العلاقة، وهو ما نجح بعد ذلك حقيقة في تحسن العلاقات وحدث التغييرات على مستوى مراكز داخلية في القاهرة بينها جهاز المخابرات العامة بتعيين مدير مكتب الرئيس السيسي مديرا لهذا الجهاز. هذه العلاقة الثنائية حتى استقبال الرئيس السيسي للبشير أمس يؤكد بأن هناك احترام وتقدير متبادل بين الرئيسين، وهما قادران حقيقة على تحسين هذه العلاقة وتجاوز كثير من الإشكالات التي تعيق تقدم العلاقة السودانية المصرية على مدار عقود طويلة جدا. هذه العلاقة الثنائية في القاهرة والخرطوم بين الرئيس البشير والسيسي أعتقد بأنها يعني تشكل صمام أمان للعلاقة المشتركة بين القاهرة والخرطوم. عمار، دعنا يعني نشاهد جزء من خطاب السيد الرئيس ثم نحلل يعني الملفات والقضايا التي أثيرت في هذه الزيارة. نشاهد زيارة إلى جمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بين البلدين في مستوياته المختلفة القيادية وكبار المسؤولين. أنا أحب أؤكد مرة أخرى عن رضانا التام عن مستوى العلاقات الموجودة الآن بين السودان ومصر في شتى مجالاتها، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو العسكرية، وهنالك تطابق والحمد لله في كثير من وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. ما يربط بين السودان ومصر معروف لدى الجميع، تربط بلد الجغرافيا والتاريخ المشترك والحاضر والمستقبل والبصير أيضا مشترك. تواصلنا مع بعضنا البعض هو حقيقة لدفع هذه العلاقات في مجالاتها المختلفة، وفي كثير من مواقعها التي تم تعطيرها من خلال الاتفاقيات التي وقعت واللجنة العليا التي تتابع وتراعي تنفيذ هذه الاتفاقيات. منذ وصول الأخ الرئيس السيسي إلى السلطة ظلت علاقتنا مستقرة، بل تتطور يوما بعد يوم في مجالات مختلفة. قناعة منا أن التواصل والترابط والتعاون بيننا هي مصلحة كبيرة مشتركة لنا إن شاء الله وللإقليم. كل القضايا المطروحة بين البلدين هنالك اتفاق حولها تام، كما تحدث الأخ الرئيس عن مشروعات الربط بين البلدين. الحمد لله نحن نرتبط الآن بطرق برية، الآن سيتم الربط الكهربائي قريبا إن شاء الله، وكما قال الأخ الرئيس هنالك الدراسات لربط سكك حديد مصر بالسودان ومن ثم إلى دول الجوار الأخرى، شرقا إلى أثيوبيا وأريتريا، جنوبا إلى جنوب السودان، وغربا إن شاء الله إلى تشاد، وغرب أفريقيا إلى داكار. هذا الربط
حقيقة فيه مصلحة مشتركة لنا في السودان وفي مصر، لأن هنالك علاقات قديمة ووشائج بين مصر والسودان وأفريقيا. هناك قضايانا المشتركة في أمن البحر الأحمر والبحر الأحمر. نعم نحن الدول مطلة على البحر الأحمر تستطيع أن تحمي شواطئها، لكن أيضا نريد أن نتعاون جميعا لضمان أمن البحر الأحمر، لأنه أيضا هناك عندنا مسؤولية تجاه دولنا تجاه إقليمنا وتجاه العالم، باعتبار أنه البحر الأحمر هو ممر مائي دولي، بل هو أهم ممر مائي دولي موجود في العالم، يربط بين شرق العالم وغربه. هناك بدايات واتفاقيات إن شاء الله ستكلل بالنجاح. التواصل بين القيادات في البلدين، نراضين عن تواصل المسؤولين في مستوياته المختلفة، وأداء اللي بيحقق الدفع للعلاقات في مستوياتها المختلفة، سواء في المجال الاقتصادي هنالك تعاون كبير جدا، هنالك عديد من المشروعات الآن المدروسة واللي حتنفذ إن شاء الله حيكون لها عائد وأثر اقتصادي واضح جدا على البلدين، خاصة في مجالات الأمن الاقتصادي. قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان حقيقة هي قضية حيوية، لأن ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وزي ما يقال أنه عن النيل هو نيل مصر، فبالتالي لمصر مصلحة كبيرة جدا في مياه النيل. وبما أنه النيل الأزرق يمثل 85% من إيرادات مياه النيل، فيصبح هو المورد الحيوي والأهم في مجال الأمن المائي، وبالتالي ما يدور في الآن ببناء سد النهضة وتشغيل سد النهضة أمر يهم دول الممر والمصب في السودان ومصر، وبالتالي يجب تكملة الاتفاقيات حول سد النهضة في ملأ البحيرة وبرامج تشغيل السد. ونحن نتواصل مع الإخوة في أثيوبيا، ونحن ننسق مواقفنا تماما مع الإخوة في مصر وبالاتفاق مع أخواننا في أثيوبيا، لنضمن أن حقوق السودان وحقوق مصر في مياه النيل محفوظة بالكامل، ويجب عدم التأثير عليها بأي قدر من الكميات. في مجال أيضا التعاون الثنائي الأمني، نحن مهتمين جدا بالأمن في الظروف الحالية، وهناك العديد من المنظمات السالبة اللي تعمل على زعزعة الأوضاع والأمن في المنطقة. أيضا شرحنا الأخ الرئيس كل الأوضاع في السودان وما يدور في السودان الآن، وما تحاول أن تعكس بعض أجهزة الإعلام إقليمية ودولية وغيرها عن حقيقة الأوضاع في السودان. نحن نقول هنالك مشكلة، لا ندعي أنه لا توجد مشكلة، لكن ليست هي بالحجم ولا بالأبعاد التي يصير بعض الإعلام، هي محاولة استنساخ قضية ما يسمى بالربيع العربي في السودان. يعني الأخ الرئيس هي نفس الشعارات ونفس البرامج ونفس النداءات واستخدام واسع جدا لوسائط التواصل الاجتماعي، لكن برضو القاعدة الأساسية في السودان ومعظم الشعب السوداني وعد درس تماما وشاف مآلات بعض الدول التي مرت بما يسمى بالربيع العربي والآثار السالبة التي حدثت، والشعب السوداني الحمد لله الشعب. هذا جزء من الكلمة المهمة التي ألقاها السيد الرئيس بالأمس في القاهرة عمار مجددا. يعني عديد من القضايا طرحها السيد الرئيس بالأمس، ولعلها يعني تشكل جماع مسار العلاقات السودانية المصرية. تعليقكم. نعم طبعا، يعني هو يعني عرض لكل القضايا المشتركة من سد النهضة لأمن البحر الأحمر للعلاقة الثنائية الاقتصادية التي ذكرها السيد الرئيس بالربط الكهربائي وربط السكك الحديد بين القاهرة والخرطوم عبر إلى عدد كبير من الدول القارة الأفريقية. ده فيما يتعلق بالشق الاقتصادي التجاري الثنائي بين مصر والسودان وكذلك الإقليمي. لكن يعني الزيارة بجزء يعني بالنظر على الأقل بالوفد المرافق للسيد الرئيس كان البعد الأمني نتيجة ما يجري في السودان والدعم السياسي المتوقع
من القاهرة والذي بجر منذ بداية الأزمة كان هو الهم الأكبر في هذه المرحلة. أيضا نستطيع أن نقول إنه يعني لغة المحاور في المنطقة نفسها أعتقد كانت حاضرة في زيارة الرئيس للقاهرة أمس. هناك كثير من القضايا المشتركة بين مصر والسودان والتوافق في وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ابتداء من سوريا، دعم مصر لجهود السودان في جنوب السودان، كذلك ما يجري في أفريقيا الوسطى على المستوى الإقليمي وإلى درجة كبيرة على مستوى الدولة. أيضا هناك تطابق في وجهات النظر ما بين القاهرة والخرطوم، كذلك فيما يجري في دعم الشرعية في اليمن هناك تطابق في وجهات النظر السودانية المصرية. هذا اللقاء أظن أيضا بحث بشكل مستفيض وموسع الجهود التي يمكن أن تبذل على مستوى الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، ويعني لغة المحاور التي باتت تشغل المنطقة بشكل كبير. عمار، يعني الإعلام المصري تحديدا الإعلامي عمرو أديب تناول هذه الزيارة بوجهة نظر نشاهد ونسمع أيضا تعليقك على كيف تناول الإعلام المصري زيارة الرئيس البشير لمصر بالأمس. نحن نتحدث عن إنقاذ العالم العربي، نحن نتحدث عن مؤامرات حدثت وتحدث وستحدث من قبل هذه الدول لإسقاط دول في العالم العربي ويحصل الدومينو. دومينو يعني إيه؟ يعني إنه في حاجة تقع فيقع وراها حاجة تانية. ولذلك عندما ترى دول تساند افهم المساندة عاملة ليه، عندما ترى دول تظهر بشكل قوي افهم الحكاية. عندما ترى اليوم مصر في استقبال الرئيس البشير افهم الحكاية. طبعا البيانات كلها طلعة العلاقات مع السودان وكذا، وانه السودان دولة شقيقة، كل ده معروف، والربط الكهربائي وبيع الكهرباء للسودان مفهوم، انه مصر والسودان هم حوض النيل يعني او دول مصبة انا اسف، وهم بيستقبلوا المياه، والسودان حريص جدا على حصة مصر من المياه، سعداء ومفهوم. ولكن في شيء غير مكتوب في البيانات. النهاردة الرئيس السوداني بيتحدث عن ايه؟ بيتحدث رئيس سوداني بيقول احنا بيتعمل معانا الربيع العربي. النهارده رئيس سوداني بيقول كده مؤتمر صحفي، احنا بيتعمل خلاص بقت اسم الربيع العربي دي مرادف ليه؟ مش حاجه حلوه. احنا بيتعمل معانا الربيع العربي، رئيس سوداني بيتكلم كده في مصر. احنا في ناس عايزه تهد البلد. ايه اللي بيحصل في السودان؟ مين الصح ومين الغلط؟ الشعب عايز ايه؟ الرئيس ده موضوع خاص بالسودان نحن نتدخل فيه. انما بقول لحضرتك ايه؟ انه دي دولة على حدودك، فانت لازم تكون موجود وشايف وواعي وعلى اتصال جيد بالرئيس بتاعها والعلاقات الامن. يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة وبيقول انا قابلت الرئيس البشير من أول يناير 2018 8 مرات. أنا ما ظنش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قابل زعيما عالميا أو عربيا بهذا الكم. نحن مع استقرار الدول التي تحيط بنا، نحن مع استقرار ليبيا، نحن مع استقرار السودان، نحن مع استقرار غزة. فيجب النظر للأمر. ال 24 ساعة التي جاء فيها الرئيس البشير إلى مصر إنه مصر فهمة يعني إيه السودان، والسودان فهمة يعني إيه مصر. ولعل الصعوبات أو المشاكل أو التحديات تقرب دائما بين الدول. لنا مصلحة كبيرة، مش مصلحة يعني حاجة تجارية، لا، مصلحة قومية، مصلحة إقليمية، مصلحة عربية في أمن البحر الأحمر. وتحدث اليوم الرئيس البشير عن هذا الأمر. دوروا على الثلاثة دول، في كل مكان حواليك في مشاكل، دور على قطر، دور على تركيا، دور على إيران. لو لقيت أي مكان في مشاكل
ما فيهوش دولة من الثلاثة دول يبقى تعالى خد مني مليون دولار. دور. ويأتي دور الثالوث العربي القوي في مساندة الدول وفي استقرار المنطقة. بصوا للزيارة بتاعت الرئيس البشير بجانب الاتفاقات وبجانب الأشياء التجارية وبجانب كل شيء. أن مصر والسودان يبغيان الاستقرار. إيه إزاي ليه المشاكل الاقتصادية المشاكل السياسية اللي موجودة في السودان؟ هذا أمر خاص بإخواننا في السودان. دي حكاية. يا عمار يعني كيف تقرأ من جديد هذه الزاوية التي ينظر بها عمرو أديب للزيارة؟ يعني هو يجعل كل الحديث عن الملفات ليست قضية مركزية بجانب القضية المركزية التي يتحدث عنها اللي هي ثالوث الإسناد، ما سماه بالثالوث، ثالوث الإسناد، والحرص على أن السودان العربي السودان لا يساق إلى الربيع العربي، كما تنقل دلالة عبارة الربيع العربي في الأذهان من كلمة الربيع العربي في الأذهان من دلالات. يعني نعم، الجزية الأولى المتعلقة بمصالح مصر القومية بأمن مصر كما هو أشار، في يعني اتفاق كبير في هذا الإطار بينه أي عدم استقرار قد يحدث في السودان مصر حتكون مضطرة رئيسي منه، وهي حريصة على استقرار السودان. إحنا ما ذكرنا قبل ما نسمع عمرو أديب بأنه يعني لغة المحاور هي لغة غالبة في هذه الزيارة وفي المنطقة، فضلا عن ده انه يعني استخدام مصطلح الربيع العربي، الثالوث اللي ذكره عمرو اديب، مصر السعوديه الامارات، هم بشكل واضح مصر السعوديه يعني كانت يعني مع انظمه سابقه لها علاقات افضل، الربيع العربي غير من معادلات العلاقات في المنطقه العربيه، بينما قطر تركيا ايران كانت داعمه لهذا التوجه. يعني تصريح الرئيس البشير بأنه هناك محاولات لإحداث ربيع عربي في السودان يجعل السودان أقرب إلى المحور المصري السعودي الإماراتي، هذا من جانب. من جانب ثاني، الوضع العام في السودان وفي المنطقة ممكن ما يكون فيه مساحة للبقاء في منطقة الحياد فيما يتعلق بالسودان، يعني قد تكون المصالح بشكلها الكامل تقود السودان إلى المحور المصري السعودي الإماراتي بشكل واضح. يعني قبل زيارة الرئيس البشير لقطر وأثناء كان الحديث أوضح حول أنه يعني هذا دعم واضح للموقف السوداني لبقائه في منطقة الحياد. يعني التصريحات الخارجية وعدم وجود معلومات كافية حول ما تم في قطر ثم زيارة الرئيس إلى مصر، قد تكون الزيارة القادمة حتحدد شكل موقف السودان فيما يتعلق بالمحارب. هل سيظل السودان في منطقة الوسط يدعم أو مشارك رئيسي في الحرب لدعم الشرعية في اليمن وكذلك لديه علاقة جيدة مع قطر، أو حيكون في واحد من المحورين؟ الزيارة القادمة إذا كانت هي معلنة للكويت، إذا كانت للكويت فقد يكون السودان ما زال في مرحلة الوسط، لكن إذا تحركت هذه الزيارة في اتجاه الإمارات أو السعودية أو حتى البحرين قد تكون الخطوة التالية إنه السودان بشكل أو بآخر حيكون عنده موقف معلن للوقوف في المحور السعودي المصري أو المصري السعودي الإماراتي. يعني الوضع السوداني نفسه حقيقة على المستوى الاقتصادي وكذلك على التحديات الداخلية، وإذا قلنا إحنا في مصلحة داخلية للحكومة وللدولة السودانية، إذا كان المحور الآخر هو مع الربيع العربي الذي يحذر منه رئيس الجمهورية وموقفه متطابق مع الموقف المصري السعودي الإماراتي، المصلحة الداخلية فضلا عن المصالح الأخرى في دخوله في عدد كبير من التحالفات والوضع الاقتصادي قد يكون موقف السودان أقرب لهذا التحالف. فأنا أتصور بأنه يعني قضية المحاور صحيح، يعني كل القضايا اللي ذكرت على مستوى الاقتصادي وغيره هي قضايا حقيقية وموجودة وموجودة في كل الزيارات، لكن هذه الزيارة ذات طابع أمني وسياسي بدرجة رئيسية. القاهرة عندها القدرة على القيام بدور التسويق السياسي، يعني تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وبالتالي تستطيع أن تحقق مصالح مشتركة للسودان ولها أيضا وللدول الخليج الأخرى ممثلة في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات. الزيارة القادمة الطاهر قد تكون هي يعني مؤشر واضح جدا لموقف السودان. طيب عمار، يعني البعض ربما يعني إسنادا لهذا الكلام أو انطلاقا منه ينظر إلى زيارة الرئيس البشير
إلى سوريا لعلها كانت في ديسمبر من العام الماضي ينظر إليها كنقطة فارقة. يعني زيارة الرئيس البشير إلى سوريا شكلت صدمة لبعض الدول في المنطقة، إنها أحدثت اختراقا. ثم بعد ذلك تبين أن هذه الزيارة تم عليها توافق مع بعض دول الإقليم. إلى أي مدى تعتبر القول بأن زيارة الرئيس البشير إلى سوريا هي التي تشكل نقطة فارقة في موضوع المحاور وغيره؟ نعم طبعا بدرجة كبيرة حتشكل نقطة يعني تحول في موقع المحاور نفسه وفي موقف السودان من هذه المحاور. يعني واضح بأنه ما كانت هناك مفاجأة مصرية لهذه الزيارة، وربما يكون في تنسيق. وفي كثير من التقارير الصحفية بعد ذاك أشارت قد تكون الزيارة التالية هي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الإمارات مباشرة بعد زيارة الرئيس افتتحت أعاد افتتاح سفارتها في الإمارات. السعودية يعني ما صرحت بشكل يعني داعم لهذه الزيارة، لكن كان واضح من الإعلام السعودي لأنه هناك توافق يعني عربي. السيد حسن نصر الله ذكر في مقابلة بدأ الحديث عمار، السيد حسن نصر الله ذكر في مقابلة بأنه هنالك أن زيارة الرئيس البشير إلى سوريا تمت بتفاهم مع المملكة العربية السعودية. بجانب حديث السيد حسن نصر الله أيضا يعني تحقق مجلس الوزراء على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية، وموقف المملكة العربية السعودية الغير المتحفظ على عودة سوريا لم يكن داعي، لكنه يعني رفع الفيتو القديم بعدم عودة سوريا. ده كله يؤشر لأن زيارة الرئيس البشير يعني حتخلي الصراع أكثر وضوح بين هذه المحاور والسودان، فضلا عن زيارة سوريا وتوافقه وتنسيقه المسبق كذلك مع مصر على الأقل والإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية. الوضع الداخلي في السودان ودعم المحور الآخر لموجة الربيع العربي، وما يجري في السودان هو يعني نمط أو موجة من هذه الموجات. ضيف لذلك أيضا مواقف السودان السابقة في دعم المحور في حرب اليمن، علاقة السودان اللي شاب كثير من التوتر دعما لهذا المحور مع إيران برضو. يعني كل المؤشرات بتسوق السودان أن يكون أقرب للمحور المصري السعودي الإماراتي. للتاريخ أستاذ عمار، يعني البعض يعتبر بأنه وهذا سمعته من بعض الباحثين بأن الموقف في سوريا هو موقف الرئيس البشير أصالة، وهو الذي قدمه من بعد لدول المنطقة، كانت هذه رؤيته. وبالإشارة إلى اللقاء الذي أجري معه بصحيفة عكاظ في 13 مارس 2016 قال الرئيس، والنص أمامي، يعني أنه قناعتنا منذ أول يوم أن الحل في سوريا هو الحل السلمي، لأن الوضع في سوريا مختلف عن أي وضع لأي دولة أخرى. وقال لقد طرحنا الحل السلمي منذ 3 سنوات، يعني في إشارة للعام 2013. ويقول يعني هؤلاء أن الرئيس البشير استطاع إقناع المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات بهذه الرؤية وبهذا الخط. نعم الموقف ده برضو في حوار سابق مع قناة العربية تحدث برضو عن ضرورة الحل السلمي في سوريا في 2015 أو 16. في بداية الأزمة السورية في 2011 كانت السودان الدولة الوحيدة تقريبا الرافضة لتجميد عضوية سوريا في مجلس الجامعة العربية، استمرار العلاقات الدبلوماسية ما بين الخرطوم ودمشق. يعني السودان دائما، ومصر أيضا بعد ذهاب حكم الإخوان ومجيء الرئيس السيسي كان موقفها واضح جدا. الرئيس السيسي يعني أول قرارات صدرت بعد 30/6 في مصر 2013 هي عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والخرطوم. يعني كل المؤشرات تشير بأنه يعني موقف السودان فيما يتعلق بتطبيع أو تحسين العلاقة بين سوريا والدول العربية هو خط سوداني بامتياز بدلا من سنوات طويلة. عمار، يعني مؤشر آخر أيضا، يعني في ظل الأزمة الراهنة لاحظ الناس أنه بعض القنوات المحسوبة على جماعة الأخوان المسلمين كانت تشن هجوم بشكل مكثف على الرئيس البشير، وبيان اتحاد علماء المسلمين أيضا الذي صدر في وأخرا أيضا كان لديه موقف متقدم تجاه الرئيس البشير. إلى أي مدى أيضا مثل هذه المعطيات تشكل مادة في ظل الحديث عن موضوع المحاور وخلافه؟ يعني تضاف للإشارات السابقة طبعا أكثر قوة، لكن طبعا يعني سلاح الإعلام في الأزمات بين الدول يعني هو من الأسلحة التي تديك إشارات واضحة لمواقف هذه الدول الدائمة على الأقل لهذه القنوات. القنوات دي غالبا مثلا قنوات مدعومة من
من قطر موجودة في تركيا، لها علاقات جيدة جدا مع إيران، وبالتالي هي تمثل المحور الآخر وهي قادة. لكن طبعا الإعلام بشكل عام في الأزمة الداخلية السودانية الأخيرة كان إعلام مشوش حقيقة، يعني كل الإعلام ممكن نحسبه في مرحلة المراحل يعني ما قرأ الوضع على الأرض بصورة جيد، وكانت متابعتهم وتغطيتهم للشأن السوداني متفاوتة. لكن القنوات التي ذكرتها المحسوبة بشكل واضح على جماعة الإخوان مكملين و... كانت هي كانت شرق. مكملة في موقفها الداعم للتحركات على الشارع، وكانت أيضا ناقدة بشكل كبير للحكومة السودانية، وداعمة إلى ذهاب وزوال النظام يعني تماشي مع يعني موجة الربيع العربي الجديد. فبالتالي كل هذه المؤشرات، لكن أنا أظن أنه موضوع سوريا تحديدا هو كان الصدمة الأولى في موقف هذه الدول، جبعت ذاك الاحتياجات الداخلية، كل المشاهد دي ووقوف السودان على الحياد الشديد وعدم الاستجابة للخروج من عاصفة الحزم، عدم زيارة قطر بعد الأزمة، يعني فتور في العلاقة أو يعني بقاء على الحياد بشكل يعني أقرب إلى الموقف الإمارات السعودي، فضلا عن كل النقاط اللي ذكرناها الآن، يعني بيجعل الكثير يتصور بأنه في المرحلة الجاية موقف السودان حيكون أقرب للمحور المصري السعودي. ختاما عمار، أن ترى أن زيارة الرئيس البشير إلى مصر بالأمس على ضوء كل هذا يعني يضع السودان على أعتاب مسار جديد، مرحلة جديدة، يجعل مصر مساندة بشكل كبير؟ هو بدرجة رئيسية طبعا هو دعم للعلاقة السودانية بين البلدين في مشاريع كثيرة جدا يمكن إنجازها في المرحلة المقبلة، كلها يعني عوائد إيجابية على القاهرة والخرطوم على المستوى الاقتصادي أشار لها الرئيس. لكن طبعا الهم السياسي بما يجري في السودان كان هو الشغل الشاغل، لكن التعويل على الملفات الثنائية على المستوى الاقتصادي له دور كبير جدا، تطابق حقيقة المواقع على المستوى الإقليمي أيضا يعني يمكن أن يبنى عليه في المستقبل، ويمكن أن تكون القاهرة والخرطوم في مسار قريب جدا في المحور الموجود في المنطقة العربية وفي الإقليم بشكل عام. عمار شيلة، شكرا جزيلا على هذه الإفادات، شكرا جزيلا.